السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين اينما كنتم. اذا ما راكش مشترك في القناة فضلا وسهلا اشترك، دير ابوني خالتي، ديروا ابوني وساعدونا باش نوصلوا ان شاء الله 20,000 في اقرب وقت. مرحبا بكم ومرحبا بكل المتابعين الجدد في القناة، ان شاء الله تستفادوا كامل من الشروحات اللي نقدموها. كما راكم تلاحظوا خالتي، اخر تحديث لتطبيق اوريدو كان في 16 ديسمبر 2023 كما راكم تلاحظوا هنايا، يعني تقريبا من شهرين ونصف. اوريدو تطبيق اوريدو او شركة اوريدو معذرة عملت تحديث للتطبيق، واخر تحديث صراحة على حسب تقييمي الخاص تحديث عجبني خاوتي. بالنسبة لآخر تحديث لتطبيق أوريدو صراحة كان جديد فيه هو هذه الهدية خوتي، هدية الانترنت المجاني كل 24 ساعة. نعم كل 24 ساعة تقدر تستفاد من انترنت مجانية تهديها لك شركة جيزي او تطبيق جيزي. يعني بعد آخر تحديث، قبل هذا التحديث ما كانتش كاينه هذا الميزه، ميزه الانترنت المجانيه. كما نعرفوا الانترنت المجانيه كانت كاينه في تطبيق جيزي برك عن طريق الدعوات ولا التطبيق المشي. بالنسبه للمميزات الخاصه اخواتي للتطبيق، التطبيق صراحه صار يفتح بسهوله، التطبيق صار يفتح بسهوله، ما كان حتى مشاكل. بعد اخر تحديث ما كان حتى مشاكل، يفتح بسهوله، يجيك الكود في اخر. مثلا كي تحب تدخل، كي ديزاكتيفي الكونت هنا تعاود تدخل نورمال، تعاود تدخل بشكل عادي جدا، ما كان حتى مشكل. كان مشكل الرساله تاع التاكيد ما كانش توصل، الكود ما كانش يوصل، مي دوكا الحمد لله كلش يوصل عادي، كلش ريغلو. بالنسبه لتقييم خاص لهذا التطبيق صراحه نعطيه 4 نجمات خاوتي. ولو الاخر تحديث كان في تقريبا في 3 شهور كما راكم تشوفوا هنايا، التحديث لازم يكون على الاقل في شهر. معليش نحترم الشركات، هذه الشركات الجزائرية. المهم خاوتي كما راكم تشوفوا هنا، حتى التقييم تاع التطبيق طلع شوية، كان تطبيق التقييم هنا ناقص بزاف. بالنسبة لمستعملي تطبيق أوريدو كانوا مقيمين تطبيق على أنه 1 نجمة فقط، يعني وفي الأشهر الأخيرة طلع التقييم راه 5 نجوم كما راكم تلاحظوا هنايا، بدا يطلع التقييم. بس كل المستخدمين راهم راضيين على الميزة الجديدة هذه خوتي، سيرتو هذه الميزة الجديدة، ما تكونش عندك الإنترنت ولا تكون أون بان ولا بعيد ولا كاش بلاصة ما فيهاش فليكسي، تقدر اوتوماتيكمون تستفاد من الانترنت. يعني 90% تقدر تستفاد من الانترنت من هذه الميزة، ولو مرات ما يملكش انترنت، ولكن انا مجربها خوتي تقريبا يوميا، تقدر تستفاد من انترنت مجانية من تطبيق اوريدو. ان شاء الله تدوم هذه الميزة لانها راح تساعد بزاف ناس ما يقدروش فليكس ولا اون بان ولا كيما راكم عارفين خوتي، انا عارفه الظروف. المهم خوتي كان هذا فيديو قصير حول تقييمي والخاص حول تطبيق اوريدو. ما تنساوناش خوتي ديروا لنا ابوني باش نوصلوا باقرب وقت ل 20,000 متابع، وما تنساوناش بلايك خوتي، دعمونا بلايك وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.